من الذهب. الذهب. يمكن ناس كتير ما تعرفش القصه دي. انا اخر 2019 انا رحت اليابان. رحت لليابان، دخلت المستشفى، قعدت شهرين ونص، عملت عمليتين تغيير مفاصل ركبي، ركبتين ركبي، عملت تغيير مفاصل. مش عايز اقول لك، انا دخلت المستشفى على كميه الاحترام وكميه الاهتمام وكميه يعني مش عايز اقول لك حصل ايه. يعني لو اقول لك ان انا كل القواعد والقوانين اتكسرت عشاني، يعني انت لما تقعد، انت عارف هناك المستشفيات غاليه، وتقعد في مستشفى في اوضه لوحدك، حمامك الخاص، محدش يجي جنبك، قاعد في دور معين، الدور ده ما فيهوش غير الناس الفي اي بي بس، ممنوع ان يبقى في مرافق معاك، مراتك مرافقه معاك، موجوده الشهرين ونص اللي موجود فيهم. الدكتور اللي عملك العمليه المفروض ما بيجيلكش، اللي بيجيلك المساعد بتاعه، الدكتور كل يوم يجيلك الصبح وبالليل قبل ما يخش العمليات، يجي يتكلمك، وبعد ما يخلص عملت يجيلك، ده غير المساعد، غير المساعدين بتوعه، فاهمني؟ غير الممرضين اي حاجه بتحصل تلاقي على طول في كده قافلين، يعني مفيش صحفيين، ممنوع يخش لك صحفيين، يعني كل القواعد تتكسر علشان خاطر الكابتن رشوان صاحب بالظبط. الموقف النبيل اللي هيفضل مكتوب في التاريخ من نور. بص، ده من ضمن الحاجات اللي حصلت لي في اليابان، مهمه جدا يعني. فاهم انت لما بتروح يعني تبص تلاقي مثلا، والله مره كده وانا ماشي قابلت واحد قال لي انا لازم اديك هديه. يا عم انا مش عايز حاجه. لا انا لازم اديك هديه. لقيته شاري لي شنطه، مش عايز، مبلغ كبير قوي، وانا مش مقتنع بالشنطه اصلا، لكن ما تقدرش تقول لا. لكن حاجه كويسه، تلاقي الناس بتصور معاك في الشارع، تلاقي الناس وانت ماشي بتسلم عليك. حب الناس حاجه من ربنا فعلا. يعني حتى لغايه دلوقتي انت ما بتروح اليابان بتلاقي على طول، اول ما يعرفوا ان انت موجود تلاقي صحفيين جم يكلموا معاك. انا لسه حتى لسه من اسمه ده، من حوالي اسبوعين انا عامل هنا في نفس المكان، عامل على الاونلاين اللي هو، عملت محادثه كده على قناه كبيره قوي في التلفزيون الياباني. طب تكريم اليونسكو بقى برضو من التكريمات المهمه جدا سنه 85، 85 بعد البطوله مباشره او بعد الميداليه الفضيه مباشره. بص هقول لك حاجه، 85 انا كنت في كوريا بلعب بطوله عالم، فلقيت صحفيين كتير حوالين البساط وانا عمالين يصوروني، وانا مش مد يعني، انا مركز في ماتشاتي وحاجات زي كده. فالمدرب قال لهم في ايه انتوا مالكم؟ قالوا اصل اخد الفير بلايرز وبتاع. فقالوا لي طب نعمل، قلت لهم لا، انا بعد الماتشات اعمل مؤتمر معاك. فبعد الماتشات اتكلموا معايا ومبروك، وعرفت ان انا خدت الميداليه. وبعد ما رجعت مصر لقيت الميداليه جات لي عن طريق ميداليه الروح الرياضيه. الروح الرياضيه، وبعد كده مجله مش فاكر الاسم ايه بعتوا لي هديه من فرنسا، واللجنه الاولمبيه الدوليه بعتوا لي هديه ميداليه. يعني الحاجات دي كلها الحمد لله موجوده عندي يعني. وعايز اقول لك حاجه، كل الناس على فكره عشان تبقى عارف، كل الناس نسيت الميداليه الفضه، هم مش فاكرينها خالص. هم فاكرين ميداليه الفير بلايرز او اللاعب النظيف او الروح الرياضيه. لغايه وقتنا هذا من 84 لغايه 2022، الناس لغايه دلوقتي فاكره، والناس لغايه دلوقتي مهتميه بالقصه ديت، ان ده موقف نبيل يا كابتن، لانه يعني ما حصلش في التاريخ وقليل جدا ان حصل. على فكره هو في ناس تانية اخذت فير بلايرز عشان تبقى عارف، يعني عشان اقول لك، يعني انت مش هتتوقع من اللي انا هقوله لك. كابتن مختار واخد جايزه فير بلايرز، بس طبعا هو واخدها على ماتش، لكن انا واخدها على فاينل اولمبياد.